بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية والتقدير والتجلى لغواتنا المسلحة الباسلة وهي تخوض معارك العز والشرف والكرامة. تحية لهذه القوات التي أثبتت أنها على جدارة وأنها على مستوى عالي من المهنية والمسؤولية، وهي تقاتل هذه الميليشيا المتمردة التي استباحت الأرواح وانتهكت الأرواح الأعراض. التحية والتقدير للشعب السوداني، الشعب السوداني الصابر الأبي العزيز الذي قدم المكرمات وقدم التضحيات وظل صابرا محتسبا وهو يكابد هذه الميليشيا المتمردة. التحية لكم الإخوة المتابعين والمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يعيد علينا هذا العيد وبلادنا أكثر منعة وبلادنا أكثر تقدم وأكثر أمن وأمان إن شاء الله. أنا أخاطبكم من متحرك عرين الأسود، متقدم سنار لتحرير الجزيرة، وأتشرف أنه نحن الليلة كلنا نحاول نبين الموقف الآن، الموقف في العمليات، الموقف في الميدان، ونرسل التطمينات لهذا الشعب السوداني الأبي العزيز الأبي المكلوم الذي ظل يصابر ويحتسب وينتظر الفرج. تحدث في دقائق معدودات وأقول أول جزئية نحن نحب نأكد عليها هي تحيتنا وتقديرنا لقواتنا المسلحة. نحن نقاتل مع القوات المسلحة كمقاومة شعبية، نقاتل مع القوات المسلحة كمتطوعين في المقاومة الشعبية، مرابطين ومجاهدين ننال شرف القتال مع قواتنا المسلحة تحت إمرتها وتحت غايتها وتحت رايتها وتحت تعليماتها، من أجل استرداد عزة وكرامة هذا الشعب السوداني. ونؤكد في المقاومة الشعبية ونؤكد في وجودنا في الميدان على تقديرنا للقوات المسلحة كقوات مسلحة واحدة وقيادة واحدة وراية واحدة تماما. نحن ندعم ونشد من أزر القوات المسلحة، ولا فرق عندنا في القوات المسلحة بين قائد وقائد، ولا بين حديث وحديث، ولا بين تباين وتباين، بل ندعم القوات المسلحة كمؤسسة قومية ظلت غابضة على الزينات تقدم التضحيات. القوات المسلحة ما يعرفوها إلا الذين قاتلوا معها في الميدان، ما يعرفوها إلا الناس القريبين منا، ونحن بنشاهد للقوات المسلحة في كل يوم شهيد تزفه شهيد، وفي كل يوم تداوي جريح، وفي كل يوم تقدم المكرمات لعزة وكرامة هذا الشعب السوداني. هذه القوات المسلحة هي صمام الأمان الوحيد الأصبح موجود الآن، والدائرين يفتوا في عضده ودائرين يفتوا في وحدته. ولكن نقول سنحرص على دعم القوات المسلحة دعم كامل بلا حدود، لا نميز في القوات المسلحة. هذه القوات المسلحة لها منا التحية والتقدير والتجلى، ونقول القوات المسلحة في المقاومة الشعبية بادلتنا ذات المعاني، وبادلتنا ذات التقدير، وبادلتنا بذات الوعي والفهم والإدراك العالي جدا لضرورة الأمن القومي السوداني. في المقاومة الشعبية لا نقاتل بسلاح خاص، ولا نقاتل بسلاح مستجلب أو مشترى من السوق، ولا بسلاح يخصنا، نقاتل بسلاح القوات المسلحة التي بادرت بعملية بطاعة ضبط عالي جدا لتقنين السلاح الموجود ولتوزيع السلاح بصورة كبيرة جدا في المقاومة الشعبية. وأثبتت المقاومة الشعبية وجود الكبير، أثبتت فاعلية العالية بصورة كبيرة،
وأثبتت المقاومة الشعبية إنها الدعم وسند للقوات المسلحة. ظلت المقاومة الشعبية تقدم الدعم والسند لهذه القوات المسلحة من 15 أبريل لحد الآن، ونقول لا نقدم الدعم والسند لقواتنا المسلحة بقدر ما نقدم الدعم والسند لأنفسنا، لأهلنا، لكرام أهلنا، لشعبنا الحر العزيز الأبي. نحن في المقاومة الشعبية والقوات المسلحة وشرفاء الشعب السوداني جميعا الآن يقاتلون في صف واحد وفي خندق واحد ضد عدو واحد. الآن عدونا واحد، هذه الميليشيا المتمردة ومن يدعمها ومن يسندها ومن يتآمر معها، ده عدونا الأساسي. الآن نحن ما عندنا عدو غير هذه الميليشيا المتمردة. نحشد لها كل الطاقات الشعبية، نحشد لها الرجال ولهم التحية والتقدير، وهم يقاتلون في الصفوف الأمامية مع قواتنا المسلحة. نحشد لها الدعم والمال والسند المادي الكبير جدا الذي قدم فيه الشعب السوداني القالي والنفيس. تحية وتقدير للشعب السوداني، وهو يدعم قوات المسلحة بالنفس، وهو يدعم قوات المسلحة بالمال، وهو يدعم قواته المسلحة بكل قال ونفيس من أجل عزة وكرامة هذا الشعب. المقاومة الشعبية نشأت كتداعي شعبي طبيعي لمواجهة انتهاكات هذه الميليشيا المتمردة. المقاومة الشعبية هي تداعي شعبي طبيعي وكبير لمجابهة انتهاكات هذه الميليشيا المتمردة التي لم تميز ولم تفرق بين جموع الشعب السوداني، لم تراعي في هذا الشعب السوداني إلا الملازمة، فانتهكت أعراضه وسلبت أمواله وغطت على أرواح الكثير من الأبرياء منهم. انتهاكات الميليشيا المتمردة تزداد يوما بعد يوم في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل حي تدخل هذه الميليشيا المتمردة، ولا نشهد على ذلك نحن، بل يشهد عليه جموع الشعب السوداني. جموع الشعب السوداني الآن تدرك ما فعلته هذه الميليشيا المتمردة، وعاد هذا الشعب لكثير من وعيه وفهمه وإدراكه، لكن بعد أن دفع ثمن قالي جدا وثمن عزيز جدا من أنفسه وأرواحه ومستقبل أبنائه وحاضرهم. ولكن بحمد الله الآن عاد الوعي، وأدرك كثير من الشعب السوداني أن هذه الميليشيا المتمردة لا تقاتل لأجل ديمقراطية ولا تقاتل لأجل فئة سياسية محددة ولا عندها عدو. الميليشيا الآن اللي بتقول والله عدوة الكيزان ولا الفلول ولا غيره، الميليشيا هذه عدوة كل الشعب السوداني الآمن المستقر، والكلام ده بيعرفوه كل أهلنا دخلت غراهم هذه الميليشيا المتمردة ومارست فيهم الانتهاكات تماما. جموع أهلنا في ولاية الجزيرة يدرك تماما ما مارسته هذه الميليشيا المتمردة التي لم تترك حتى لأصدقائها شيء. أصحابها والناس اللي بيدعموها ما خلت لهم حاجة، ما خلت لهم منطق يدافعوا به عن هذه الميليشيا المتمردة، فانتهكت الأعراض بصورة كبيرة وبصورة موثقة. كل مرة بيطلعوا ناس الميليشيا المتمردة ويقولوا والله نحن ما عملنا كده، ويجيبوا كثير من الأعذار الواهية وكثير من التبريرات الفطيرة، لكن نقول في المقاومة الشعبية عملنا المرصد الشعبي لحقوق الإنسان ورصدنا وما زلنا نرصد فيه كل الانتهاكات التي ظلت تمارسها هذه الميليشيا بحق أهلنا، موثقة بالصورة والكاميرا وشهودها الموجودين بصورة كبيرة، وهم أحياء موجودين الآن النازحين وموجودين اللاجئين وموجودين أهلنا الكرام الذين أذلتهم هذه الميليشيا المتمردة، موجودين الآن في المدارس وفي دور الإيواء وفي الشوارع وفي الخيم، موجودين الآن وهم يشهدون على انتهاكات هذه الميليشيا المتمردة التي أذلتهم وما زالت تريد أن تذلهم. ولكن عهدنا ووعدنا أن نوقف انتهاكات هذه الميليشيا المتمردة، ولن نستطيع أن نوقف انتهاكات هذه الميليشيا المتمردة إلا بالمزيد من التلاحم
والتكاتف والدعم وسند لقواتنا المسلحة والمقاتلين الذين يخوضون معها الحرب في الميدان. كل من يظن أن السلام يمكن أن ينفع مع الميليشيا المتمردة دي غشة غش روحه. لذلك نقول لا يمحى عار هذه الميليشيا المتمردة إلا الغصاص العادل لعزاز أهلنا في الشعب السوداني. لا ينفع إلا الغصاص العادل من هذه الميليشيا المتمردة. وما يتصور أنه والله زول جات الميليشيا المتمردة دي انتهكت عرضه وسرقت ماله وقتلت أنفذ عزيزة له ممكن يرضى بسلام، ولا ممكن يرضى بتفاوض، ولا ممكن يرضى بأي شكل من أشكال التفاوض ولا التعاون ولا الاستسلام ولا غيره. الشعب السوداني الآن هو الذي يمانع، لأنه هذه الميليشيا إذا كانت الميليشيا دي مارست الانتهاكات دي ضد القوات المسلحة والمقاتلين في حامياتهم وفي فرقهم وفي مواقعهم، ممكن القوات المسلحة تقبل بالتفاوض مع هذه الميليشيا المتمردة، أو ممكن تقبل باستسلام أو أي شرط من شروط الاستسلام ولا الاتفاق السياسي ولا غيره مع هذه الميليشيا المتمردة. لكن هذه الميليشيا ارتكبت هذه الفظائع ضد الشعب السوداني كله، ضد أبرياء الشعب السوداني كله، وضد أعزاء وكرام أهلنا في الشعب السوداني. هذه الميليشيا المتمردة جعلت أعزة القوم أذلة، جعلتهم الآن يتسولون، وجعلتهم لاجئين ونازحين موجودين في السودان في الداخل وفي الخارج، وديل هم أصحاب المصلحة الحقيقية في القضاء على هذه الميليشيا المتمردة. لذلك التف الشعب السوداني حول المقاومة الشعبية، والتف الشعب السوداني ودعم وسند هذه المقاومة الشعبية للقضاء على هذه الميليشيا المتمردة، واستجاب جموع الشعب السوداني استجابة كبيرة وفورية وعالية جدا للمقاومة الشعبية. شاهدنا الكلام ده ونعيش الآن في سنار بصورة كبيرة جدا، نعيش مع أهلنا في الكبرة والهيداب والسلمان والشمبلي والبخاري وغيرها من مدن وقرى ولاية سنار وغرب سنار التي الآن تنتظم في مقاومة شعبية كبيرة ضد هذه الميليشيا. شاهدناه وما زلنا نشاهده مع أهلنا في الجزيرة، الجزيرة الخضراء التي عهدنا ووعدنا مع أهلها ومع أهلنا في الجزيرة أن تعود خضراء كما كانت. دماءنا وأرواحنا وما نملك هي فداء لأهلنا في الجزيرة، وأموالنا وأنفسنا وإخوتنا الأعزاء الكرام وقاية ما نملك هي فداء وانتصار لعزة وكرامة أهلنا في الجزيرة التي امتهنتها هذه الميليشيا المتمردة. تأخرنا وتأخرت القوات وتأخرت المقاومة الشعبية في خطأ انتهاكات هذه الميليشيا المتمردة في الجزيرة، ولكن الآن يبقى العهد ويبقى الوعد أن نمضي إن شاء الله حتى تحرير كامل تراب ولاية الجزيرة من هذه الميليشيا المتمردة. ونقول مصممين على النصر، مصممين على الانتصار، ومصممين على انتظام كل الشعب السوداني في مقاومة شعبية قومية. نقول مقاومة شعبية قومية. هذه الميليشيا المتمردة لا تمثل قبيلة ولا تمثل جهة ولا تمثل جغرافيا، بقدر ما أن هذه الميليشيا المتمردة تمثل نفسها وهذه الفعائل الكبيرة. نقول ليس لهذه الميليشيا المتمردة حاضنة مجتمعية، بقدر ما أن هنالك داعمين لها مساندين لها، نعمل على عزلهم ولا نحاكم ولا نجرم مجتمع كامل بسبب جرائم هذه الميليشيا المتمردة، لأن ذات المجتمع وذات البيئة وذات أهلنا الكرام هم متضررين من هذه الميليشيا المتمردة. الموقف الآن وهو سؤال يسأل منه كثير من أهلنا الكرام، واستعجال النصر، ونقول والله هو واجب، هو واجب. كل يوم تتأخر فيه هذه القوات عن المضي قدما تنتهك الأعراض.
وكل يوم تأخرنا فيه دخلت هذه الميليشيا قرية من القرى، وكل يوم تأخرنا فيه ارتكبت هذه الميليشيا فضائح في حق أهلنا الكرام في جزيرة وفي قرب سنار وفي شرق الجزيرة وفي غيرها من الولايات. لذلك نقول بحمد الله وفضله ونعمته كل متحركات ولاية الجزيرة الآن في الخطوط الأمامية، وكلها في الخطوط الأمامية، وعزمنا اليقين وتبايعنا قوات مسلحة وأجهزة نظامية ومقاومة شعبية مساندة، تبايعنا على إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة. لذلك نقول هذه الميليشيا المتمردة الآن بدأت هذه التحركات بحمد الله، وممكن واحد من أخواننا ذكرنا أهلنا المسيرية وكثير من أهلنا الرزيقات وكثير من أهلنا في حواضن دارفور هم ضد هذه الميليشيا المتمردة، هم ضد هذه الميليشيا المتمردة، وهم يقفون حجر عثرة أمام تقدم هذه الميليشيا المتمردة. تحية لأهلنا في كل بقاع السودان، ونقول لن نمكن الميليشيا المتمردة من أن تكون أجندة لتقسيم السودان، لن نسمح بتقسيم السودان. مثلما نقاتل هذه الميليشيا المتمردة في الجزيرة وسنار والقضارف ووسط السودان، نقاتل هذه الميليشيا المتمردة بحمد الله وعونه وتوفيقه في حواضنا، نقاتل هذه الميليشيا المتمردة حتى لا تتمكن من تكون أجندة المشروع الصهيوني، مشروع تقسيم السودان، تكون أداة من أدواته. لذلك نقول عهدنا ووعدنا أن نحرر السودان كله، وأن نظل دعم وسند في المقاومة الشعبية لقواتنا المسلحة. هذه الميليشيا المتمردة نقود ضدها عمليات كبيرة جدا ومعقدة جدا. هذه الميليشيا استعانت بالمرتزقة من كل أنحاء السودان ومن كل أنحاء إفريقيا، مرتزقة معها من السودان ومرتزقة معها من كثير من الدول الأفريقية يقاتلون معها، موجودين الآن وأسرى موجودين عندنا، واليوم عندنا أسرى مرتزقة في سنار وقيرة. الميليشيا واحدة من طبيعة الحرب، نقول والله هي حرب حتى يتيقن الشعب السوداني كله. هذه الحرب فيها الموت، فيها القتل، فيها الاستشهاد، فيها البذر، فيها التقطيع، فيها الشهادة، ولكنها طبيعة الحرب، ونحن مستعدين لدفع المزيد من التضحيات، مستعدين لدفع الشهادة، ومستعدين لدفع هذه الأرواح القالية النفيسة، ومستعدين لدفع المزيد من التضحيات لأجل عزة وكرامة هذا الشعب العزيز الأبي. نقول مضى في درب عزة وكرامة هذا الشعب الأبي شهداء كرام ومصابين وجرحى، ولكن ما زال هنالك مرابطين على العهد والوعد، مستعدين لتقديم المزيد من التضحيات والمزيد من الدماء والمزيد من الأشلاء. صحيح الشعب السوداني الآن ضاق الأمرين على يد هذه الميليشيا المتمردة ويستعجل النصر، لكن نقول ما نشاهده الآن في الميدان، الشعب السوداني وأبناءكم المقاتلين والمجاهدين الموجودين الآن في الميدان لم تلن لهم عزيمة ولم تفتر لهم قرار، وما زالوا على العهد والوعد صابرين محتسبين موقنين مستبشرين بفتح الله ونصره القريب. الشعب السوداني الموجود صحيح قد يكون ضاق من النزوح، ضاق من اللجوء، ضاق من الحالة الاقتصادية الضاغطة، ضاق من انتهاكات هذه الميليشيا المتمردة، ولكن نقول لكم تأسوا بأبنائكم وإخوانكم الموجودين في الميدان يقاتلوا لعام كامل. الآن في ناس يقاتلوا لعام كامل
يقاتلوا في أم درمان وقاتلوا في المدرعات، والآن يقاتلوا في الجزيرة ويمضي منهم الشهيد ويمضي منهم الجريح، وما زالوا على العهد والوعد موقنين بفتح الله ونصره القريب الذي نراه يتنزل علينا الآن. اعتمدت الميليشيا المتمردة على التضليل الإعلامي بصورة كبيرة، على التضخيم الإعلامي، على الحرب المعنوية بصورة كبيرة، تضخم ما تحقق على الأرض بصورة كبيرة حتى تهدي لنفسها نصرا مزيفا. نقول نحن في محاور الجزيرة وسنار متحركات الفاو ومتحركات سنار ومتحركات المناجل، هذه المحركات الثلاثة تجري على الأرض من تقدم إلى تقدم، من تقدم إلى تقدم، وتدرك الميليشيا المتمردة هذه طبيعة الحرب، فيها القتل صحيح، فيها الأسر صحيح، ولكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون، ونرجو من الله ما لا ترجو هذه الميليشيا. وكل يوم ندرك أننا على يقين وأن هذه الميليشيا المتمردة على باطل، وكل يوم ندرك أننا نمضي ندفع هذه الدماء لعزة أهلنا وكرامتهم، وهذه الميليشيا تبذل هذه المرتزقة ودماءهم لأجل المال وعرض الدنيا الزائل. مضى في هذه المسيرة المباركة شهداء كرام ما قالين على ربهم، شهداء كرام ما قالين على عزة وكرامة هذا الشعب السوداني، شهداء كرام زفيناهم اليوم وأمس وغدا نزف الشهداء وقبلها وبعدها، وهم ما عزاز فداء لهذا الشعب ولحرائر هذا الشعب. والله لو بذلنا كل أرواح هذه المتحركات نقول هي رخيصة، رخيصة لحرائر أهلنا في الجزيرة، ولو بذلنا هذه الروح والدماء الآن نقول والله هي تمن مستحق وفاتورة واجبة السداد ندفعها بعزة وشرف وكرامة لأي حرائرنا في قرب سنار. ولو دفعنا هذه الأرواح العزيزة الكريمة ندفعها لعزة وكرامة حرائر شعبنا السوداني في بابنوسة وفي الجنينة وفي نيالة وفي الفاشر وفي ذالنجي وفي كتم وفي غيرها من أصقاع السودان التي انتهكتها هذه الميليشيا المتمردة. ونقول والله أرواح المقاومة الشعبية وأرواح المجاهدين والمرابطين وجموع الشعب السوداني هي رخيصة وعزيزة رغم عزتها، ولكن عزة هذا الشعب السوداني عندنا أعز وعندنا أجل وعندنا أقوم، ولأجلها نبذل المكرمات ولأجلها نبذل التضحيات ولأجلها نقدم الشهيدة والشهيد ونذف الشهيدة والشهيد ونداوي الجريحة ونذف الشهداء ونجهز الكتائب ونجهز الاستعواض، لأن عزة وكرامة شعبنا السوداني تستحق، ولأن عزة المؤمن تستحق، ولأنه ده واجبنا. لو ما بذلنا هذه النفس القالية والروح العزيزة لأجل عزة وكرامة هذا الشعب، لأجل الانتصار للحرائر، لأجل الانتصار للقيم والمبادئ ولصون الدماء، الروح دايرين بها شنو؟ هذه الروح يجب أن تبذل لذلك، وهذه الأموال تبذل لذلك، وهذه التضحيات تبذل لذلك، وهذه المكرمات تبذل لذلك. ونقول لهذه الميليشيا المتمردة قدمنا الكثير وما زلنا على استعداد لتقديم الأكثر، قدمنا شهداء أعزاء كرام نحسبهم عند الله تبارك وتعالى، وما زلنا على الاستعداد لتقديم المزيد من الدماء والتضحيات لهذا الشعب السوداني. نقول الحمد لله هذه الحرب الآن في نهايتها،
ونقول الكلام ده من الميدان ونحن شايفينه. وهذه الميليشيا المتمردة هي الآن في أضعف حالاتها، هي أضعف وأوهن من أن يظن البعض. الآن تنتصر لنفسها بحرب إعلامية، تقود كثير من الحرب، الأكاذيب، الدعاية السوداء، إيرة تضخيم الأفعال وطبيعة الحرب بصورة كبيرة جدا، زي ما حصل وصورته في الفاو وصورته في سنار. ولكن نقول يشهد الله أزقناه والأمرين. أمس والليلة متحركات الجزيرة في الفاو والمناقب وسنار أزاقت هذه الميليشيا المتمردة الأمرين. الآن جثثهم متفحمة موجودة في سكر سنار وفي 40 وفي الكبرة وفي وسلمان وفي وشمبلي وفي غيره. الآن جثثهم متفحمة في المدينة عرب، وجثثهم متفحمة في محور الفاو وشرق الجزيرة. وعهدنا ووعدنا أن نمضي في هذه المسيرة من نصر إلى نصر. أخيرا نطمن أهلنا جميعا، نطمن أهلنا جميعا إننا والله في الميدان متعاهدين ومتبايعين بيعة الموت. إما أن نبلغ ونحرر الجزيرة وغرب سنار وغيرها من مدن السودان، أو أن نفنى دونها جميعا. ما عندنا أي خيار، إما نصر أو شهادة، إما نصر أو شهادة. ويقيننا أن هذا الباطل إلى زوال، ويقيننا أن الدماء الزكية الطاهرة التي ذهبت إلى ربها وأن الأنفس العزيزة التي أذلتها هذه الميليشيا المتمردة هي ثمن مستحق ولن تضيع عند الله. ويقيننا أن هذا الباطل إلى زوال، ويقيننا أن بشرى النصر الآن تتنزل علينا ونراها رأي العين. لا نحزن على شهيد مضى، ولا على جريح يداوى، ولا نهم إلى نفس تنتظر الشهادة، بل هذا كله يهون لأجل هذا الشعب ولأجل عزته ولأجل كرامته. ونقول هذا هو عهدنا ووعدنا مع الشعب السوداني، هذا هو عهدنا ووعدنا مع شعبنا السوداني الحر الأبي. عهدنا ووعدنا أن نقدم المزيد من التضحيات، وبحمد الله وفضله ونعمته نحن في محور سنار ومحور المناقل ومحور الفاو ما تسمع لكلام الميليشيا المتمردة. أحدثت فينا قتل، نعم، أحدثت فينا خسائر، نعم، أحدثت فينا شهداء إلى ربهم، نعم، شهداء نحن بنفرح لهم إنهم شهداء، نحن سعيدين وفرحانين بأخونا الشهيد ياسر مضى إلى ربه شهيد بالأمس، ومسرورين الشهيد على الدين مضى، ومسرورين غيرهم وغيرهم من مسيرة السائرين إلى الله وقوافله، السائرين إلى الله تمضي لأنهم شهداء. نحن مسرورين بشهداء القوات المسلحة، ومسرورين بتضحيات المقاومة الشعبية، وسعيدين جدا وفخورين جدا بالمقاومة الشعبية. الآن هي قاعدة تقدم لنا كل غالي ونفيس. المقاومة الشعبية الآن تقدم النفس وتقدم المال وتقدم التضحيات، وفوق ده كله تقدم الصبر والاحتساب والدعم والسند لقواتنا المسلحة. ويقيننا إننا إن شاء الله نمضي إلى الله من نصر إلى نصر. يتنزل علينا الآن، نراه الآن رأي العين في هذا الشهر المبارك، في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعات المباركة. تتقدم المتحركات إن شاء الله، وإن حدث فيها شهيد أو جريح أو مصاب هذا لن يثنينا ولن يؤخر هذه المتحركات، ولن يجعلنا نتراجع، ولن يجعلنا نتأخر، ولن يجعلنا إن شاء الله تلين لنا عزيمة أو تضعف لنا قناة. فيقيننا أننا على حق، وأن هذه الميليشيا على باطل، وأنها إلى زوال، ونرى مصرع القوم أمام عيوننا. والله 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 نرى مصارع هذه القوم أمام عيوننا، نرى
جثثهم تتفحم وعرباتهم غنيمة لقواتنا، ونرى شايفينهم قدامنا جارين معردين شاردين، وكل ده بيجوا بيعوضوه بنصر إعلامي زايف، ونقول يقيننا أن الله ناصرنا ولا ناصر لهم، ويقيننا أن قواتنا المسلحة لها من الخطط ولها من الآليات ولها من المعدات ولها من البصيرة ما يؤهلنا إلى النصر إن شاء الله. النصر الذي تحقق في أم درمان وتحقق في الإذاعة وتحقق في كثير من ميادين القتال وميادين هذه الحرب سيتحقق إن شاء الله قريبا عادلا غير آجل في كل السودان. ستعود الجزيرة خضراء كما كانت، وستعود هذه الأرض مكسية بثوب العزة والكرامة، وسيعود النازحين واللاجئين والمشردين من أهلنا الكرام إلى ديارهم قريبا إن شاء الله. صبروا وصابروا ورابطوا، وإن شاء الله النصر آت إن شاء الله. في هذا اليوم المبارك القوات في الخنادق تغاتل وترابط وتقدم المكرمات. في هذه الأثناء الشهداء يشيعون، نسأل الله لهم القبول. وفي هذه الأثناء الجرحى يداوون، نسأل الله لهم عاجل الشفاء. وفي هذه الأثناء القوات تجهز والاستعواض يجهز. وفي هذه الأثناء الصبر واليقين والثبات حاضر إن شاء الله، وعهدنا ووعدنا إن شاء الله أن نلتقي قريبا من نصر إلى نصر، حتى يعود السودان حرا عزيزا أبيا كما كان وسيبقى إن شاء الله. وعهدنا ووعدنا مع هذه الميليشيا المتمردة هو الميدان إن شاء الله الذي نزيغهم فيه الأمرين، ونقترب من النصر كل يوم يمضي. نحن نقاتل في شهر الكريم، ويقاتل هذه القوات صابرة ومحتسبة وصائمة ومتقربة لله تبارك وتعالى. وعهدا وغدعا سوف يتحقق النصر إن شاء الله عاجلا غير آجل. أخيرا نقول نناهض مشروع هذه الميليشيا المتمردة، ونناهض الحرب الأهلية والجهوية ومشروعات التقسيم، وسوف نفضح ونكشف بالمستندات والأدلة والبراهين الداعمين والمتواطئين مع هذه الميليشيا المتمردة، من الذين باعوا دينهم وقيمهم وأخلاقهم بعرض زائل من حياة الدنيا. نسأل الله أن يتقبل الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يعين المجاهدين والمرابطين، وأن يتقبل من قواتنا المسلحة التي نكن لها كل تحية وتقدير، ويقيننا أن النصر قادم إن شاء الله لا محالة، إلى أن يتحقق مزيد من الإنجازات. إن شاء الله تجدون معكم دائما دعم وسند وتضحية مستحقة لجموع هذا الشعب السوداني. أعينونا بالدعاء، أعينونا بالدعاء، أعينونا بالدعاء في هذه الأيام الطيبات المباركات. نسأل الله أن يعود السودان وأن يعود العيد المبارك على سوداننا أمنا واستقرارا ومنعة، وأن يعود الأيام إن شاء الله وبلادنا خالية من الميليشيا المتمردة ومن يدعمها ومن يساندها. إلى أن نلتقيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.